خلونا نبدأ بأبرز الأخبار اللي حصلت معنا امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واستعرض نتائج العام المالي 2023-2024. امبارح أيضا التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من أجل متابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء التقى بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاستعراض نتائج العام المالي 2023-2024 وأهم المستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية. خلال الاجتماع استعرض وليد جمال الدين الموقف المالي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن إيرادات المنطقة عن العام المالي 2023-2024 بلغت 8.245 مليار جنيه، من بينها إيرادات قيمتها 5.932 مليار جنيه مقومة بالدولار، بما يعادل 72% من إجمالي الإيرادات. كمان امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية في تنمية المشروعات وريادة الأعمال. وفي مستهل الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بتوفير التمويل المطلوب لمساعدة المزارعين في تحويل زراعات قصب السكر لنظم الري الحديث بدلا من الري بالغمر، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات الجهاز في الاهتمام بالصعيد والمشروعات الزراعية والإنتاجية. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة الطيار سامح الحفني وزير الطيران المدني لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة، وكلف رئيس الوزراء وزير الطيران المدني بالاهتمام بأعمال التطوير بمطار برج العرب، خاصة أن هناك حالياً إقبال كبير على المطار، كما وجه بالترويج الجيد لمطار العالمين في ظل الإقبال السياحي الكبير على مدينة العالمين الجديدة، ووجه أيضاً برصد أي شكاوى تتعلق بجودة الخدمات المقدمة في المطارات المختلفة على أن يتم التعامل مع هذه الشكاوى بصورة عاجلة بما يسهم في تحسين تجربة الركاب. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام لمتابعة عدد من ملفات العمل اللي بتبشرها الوزارة خلال الفترة الحالية. ووجه مدبولي بضرورة الاهتمام بصناعة البوليستر، وقال مستعدون لدعم أي توسعات للمصنع المقام أو إقامة مصنع جديد بالشراكة مع القطاع الخاص. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من رجال الجيش الثالث الميداني وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وده بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة. بيأتي اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات الدورية اللي بتنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة مدى جاهزية القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري. كما أعرب الفريق أول عبد المجيد صقر عن اعتزازه لما يقوم به رجال القوات المسلحة من مشاركة فاعلة لدعم منظومة التنمية الشاملة اللي بتنفذها الدولة المصرية بما يحقق الإنجازات والعبور نحو أفاق المستقبل بكافة ربوع الوطن وعلى رأسها أرض سيناء الطاهرة.